اللقاء ما كان مثل ما توقعت، ما ارتحنا بالقعدة ولا بالأكل. صار لنا 3 ساعات عم نحكي، تقريبا حكينا ملخص حياتنا، شو بدك أكثر من هيك؟ بس أنا بدي شوفك قدامي بكل لحظة، يعني ما رح استنى لنلتقي بالصدفة وبس. أنا ما رح أغصبك على شيء، أنت اتصلي واسألي عني، شو فيها إذا بلشت علاقتنا من هلا بلا ما أغصبك. كيف بلا ما تغصبني؟ أخذت قرارك وقلت لي رح نتجوز. لك أنا لما قلت لك هالشي كنت عم أمزح معك مو أكتر، إن شان بكرة لما بنتجوز وبصير عنا أولاد تقولي لهم أبوكم عرض علي الزواج من أول مرة شافني فيها. اللي عم بيصير معنا مو طبيعي. أنت ابن أخو لرشاد بيك، غني وصاحب نفوذ وشخصية وأكابر. شكراً لك. حبة للبنت من أول نظرة، يعني من أول ما شافها. مظبوط. وفوق كل هذا كتير خيير وشخص دغري. غريبة إنه كل هالصفات تجتمع بشخص واحد. بصراحة مو كل الصفات اللي قلتيها موجودة فيني. يعني أنا غلطانة؟ ماني غني مثل ما مفكرة، يعني شركتنا حالياً عم تمر بظروف صعبة كتير، بس رح تزبط. كمان أنا ما بظن حالي شخصية. بالنسبة للحب من أول نظرة آمنت فيه لما شفتك. بتشكرك على الهمبرجر. العفو، فيكي توصي وبنبعث لك الطلبية على البيت، هي كل تليفوناتنا. رجاءً اتصلي من شان الهمبرجر. ماشي، تصبح على خير. وانتي من أهله. يا عمو، اللي مشي حالها للمرة ولا لا؟ أنو مرة؟ وعم يسألني الغبي، شو نسيت مرته للرشوان؟ وينك هلا؟ على الطريق جاي على البيت. لك كيف فيك تتفتل ولا على بالك؟ ماني عارفان كيف تحسن تتمشور قبل ما تحل مشاكلك. طمن عمي، رح حل كل مشاكلي ورح نطلع مثل الشعرة من العجين. يلا تصرف بسرعة وفرجيني همتك لشوف. يلا ماشي. مساء الخير. كيفك؟ منيح. اختي كيفك؟ وينك لهلا؟ وليش من امبارح ما عم ترد على موبايلك؟ كان عندي شغل، بدي اخذك معي مشوار. لوين؟ بالطريق. بخبرك في مفاجأة حلوة ناطرتك. إن شاء الله تكون خبرية حلوة. ما رح تصدق. بخاطرك أختي، بخاطرك رمزية. لوين؟ راجعين. لوين راحوا؟ المفروض بتعرف، ما أنت وأبوك صايرين عم تخبوا عني أسراركم. شكلهم رايحين على الشركة، يا ترى عثمان بيكون هنيك؟ ما عندي أي فكرة. لشو عم بيخططوا؟ الله يعطينا خيرهم. أنا ما عاد اهتميت أبداً، ما بيعنيني.